وهيني رجعت لكم ببلوج جديد وبمغامرات ولا اروع منها. زي ما انتم شايفين انا هلا بالمطار، بس اي المطارات ممكن تعرفوا؟ اعطيكم هند، بس كيف راح اعطيكم اياه؟ راح نغير اللغه، راح اغير اللغه. مرحبا، نصلصنز يوتيوب كانلما هوش جالدنز. So I think this is a clue for you, and I'm in Turkey. Yeah, especially I'm in Antalya. Okay, ما بعرف ليش حولت اللغة للإنجليزي من كتر الحماس. فهلا إحنا بالمطار أنطاليا، هلا وصلنا الساعة تقريبا 4 هيك إشي. عمالة مستنى الشناتي تاعونا، كل شيء تمام. وبعد هيك رح ناخذ الباص وننطلق إلى الأوتيل. رايحين على منطقة اسمها سايد سايد هيك شيء. فرح تاخذ معنا ساعة تقريبا، فبشوفكم لما نوصل الأوتيل. يلا باي. بس بدي احب اعرفكم على كبيرة العيلة. لا بديش اتعرف. لا لا تتعرف على ستي. زي ما اكيد انتم شفتوها بالبلوج اللي قبل وقت رمضان لما حضرنا العيد، بحط لكم الرابط فوق انتم تدخلوا عليه. فهاي ستي رجعت لوطنها الاصلي. عفوا عن حالك تتا. اوكي مش مشكلة. فخلينا افرجيكم العيلة تاعتنا وان شاء الله تكونوا مستمتعين. واذا مستمتعين لهلا ما تنسوا تعملوا لايك، تضغطوا على زر السبسكرايب. محمود حكي لي اي دعوه. تعرفكم على اخوي؟ انا اول مره بطلع بالاتجاهات، عندي قناه ثانيه انا واصحاب اسمها هام. ضيفونا بتكسبونا. لا ما تضيفوهم. لا ضيفونا بتكسبونا. اوكي، فخلينا نكمل التعريفات على العيلة. فاحنا رايحين انا وعيلتي، يعني امي وابوي واخوتي وخالي ومرته وستي، واصحابنا اصحاب العيلة وعمتي. فراح تشوفوا كل هدول بالفلوجات الجاية. وزي ما كنت ارجع حكيت، اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وتضغطوا على زر السبسكرايب اللي بيكون موجود تحت، فاضغطوا عليه. شو بتستنوا اذا هلا انتوا مش حاملين؟ فبنشوفكم لما نوصل. اوكي ستحكي 100 مرة، كثير تعبت. فيلا بتعرفوا يا جماعة ايش احلى اشي؟ لما يكون الريحة مش لإلكم، شو بتعملوا؟ ما بترشوا رشة واحدة، بترشوا 100,000 الصيني بس رشة هيك. هاي ريحتي المفضلة، يعني إذا حد بحب يشتري لي إياها هدية ما تخسروا. امسكي الغطاي. فهيك طريقة رش الريحة، هذه نصيحة مني لإلكم.
استلمنا كروت الغرف وبدنا نطلع على الغرف. انا مفكرة افرجيكم يومك شوي او راح اعمل روم تور بيكون احسن. خيانة محوي الشغل. احنا اليوم الساعة 6 عاملين 100 degrees في وسط البلد في ساي 100 degrees. بس لو سمحت بدون بدناش ضغط كثير. اوكي. فما نقدر نتصور معه فما تزعلوا منا. راح نقدر نتصور مع كلكم. احنا بنحبكم. انتوا احنا عايشين عشان نبسطكم. على كل هذا حكي تخوت وهبل. طب بس ايش شعورك انت هلا؟ انا بصراحة لا اشعر. اسم محمود لا يشعر هيك لهون. ضيفوه بتكسبوه. راح احط لكم. لا ما حدا يضيفني. بديش ولا حد يضيفني. راح احط لكم السناب شات والانستغرام تبعه. شوفوا بتعملوا له اد. راح يكون الليك موجود تحت بالدسكربشن. لا مش راح يكون موجود. لا راح يكون موجود. لا مش راح يكون موجود. عشان انت حكيت انه مش راح يكون موجود راح يكون موجود. لا اصلا مش راح يضيفوني. اوكي خلص كثير برمنا. المهم انه احنا وصلنا على الاوتيل وهي الاوتيل واستلمنا الغرف وايش كان؟ لا مش وبدنا نحط اغراضنا وننزل على العشاء فبشوفكم هناك. واخيرا اللحظه الحاسمه الكل قاعد بستناها اللي هي روم تور. فانه انا هلا راح اعمل لكم جوله بالغرفه فيلا نبدا. فهون عندنا الباب وهيك بيكون المدخل. هيك هون عنا الحمام. ترى فا يا بي. هيك الحمام ولما نطلع من الحمام عنا الخزانة. فا and this is the outfit of the day. ترى بس ما كنت لابسة هدول أكلها هلا غيرتهم كنت لابسة بود فانس. فا يا فعنا هون هاي الغرفة الرئيسية. هاي الديكوريشن. وعنا هاي الغرفة الثانية وبرضو يعني فيها هيك تختين منفردين. انا كثير صراحة عجبني هذا الديكور. فهاي هي الغرفة. هاي فاميلي روم. وهلا احنا نازلين على العشاء وعلى ما اعتقد ما راح اكمل تصوير لانه ما ضايل شاحن بالكاميرا عملها تضو تطفي البطارية. فانتو حظكم او بكمل تصوير بالتليفون اللي معي. فيلا نروح على العشاء.